هو ما اللي تيطرى هاد الايامات في فلسطين هو صراع ديال التطرف، صراع ديال التطرف مع الاسف الشديد هو صوت التطرف، لا من ناحيه ديال اسرائيل، حيث اليمين المتطرف هو اللي كان السباق في هاد الامور اللي تتخل بالامن وبالاستقرار. وكذلك كاين هناك الصوت ديال حركه حماس. وحنا هنا ما خصناش نطيحوا خصنا العقل والتروي باش نقدروا نلقاو الحلول ونلقاو نقط ديال الالتقاء من اجل السلم والاستقرار في المنطقه. اللي بغيت نقول انا هو انه المغرب دائما المملكه المغربيه كان دائما في صف السلام والاستقرار على طول مدة هذا النزاع من 1948. يعني أن المملكة المغربية وأن كذلك أن هذاك الصندوق ديال بيت القدس هو 98% هو من تمويل ديال المملكة المغربية الشريفة. إذن المغرب في هذا النزاع اللي هو ما مسؤولش عليه، واللي اطراف اخرين عندهم اجندات اخرى تيديروا هذا النزاع، هو ما عندوش الدروس ما ياخذ من الدول الاخرى. المغرب دائما كان في الصف ديال الشعب الفلسطيني، وكان دائما مع الشرعيه الدوليه، وكذلك كان مع الطرف المسالم والطرف اللي بغى السلم في دوله اسرائيل. اللي خصنا نعرفوا يا اخي الكريم هو انه هذا النزاع هو نزاع قديم، نزاع جيوسياسي عميق اللي عنده تأثيرات على المواقع الجيوستراتيجية للدول المحيطة بهذا النزاع هذا. واللي خصنا نعرفه كذلك هو أنه منظمة حماس، يعني أنها حركة حماس هي حليف استراتيجي ديال إيران، وحليف كذلك استراتيجي عندها علاقات كثيرة كذلك ومهمة مع الجانب التركي. وكذلك في تركيا بتنعرفوا بأن تركيا كذلك فهناك تحالف بين حزب ديال أردوغان لاكابي والحزب ديال القومي ديال تركيا. إذن أن النزاع خصنا نشوفوا ما وراء الستار ديال هذا النزاع. المغرب في إطار الدبلوماسية الهادئة ديالو، في إطار تصور ديالو ديال السلم والاستقرار اللي يرجع على الشعوب ديال المنطقه بالرفاهيه، ففي اجتماع ديال الجامعه العربيه المغرب عبر على الموقف ديالو. فعلا هو يدين الاعمال التخريبيه ويدين ترويع المصلين وكذلك يدين هذيك التصرفات الارهابيه والقمع ديال القوات الاسرائيليه اللي طاولات على المسجد على المساجد في القدس. وكذلك المغرب يدين كذلك انه ما خصوش يكون واحد التطرف، وخص دائما صوت الحكمه باش نحلوا هذا المشكل المعقد. اذا اللي بغيت نقول انا هو انه المغرب تيمشي على حسب المصالح الاستراتيجيه ديالو، والمغرب هو في هذا النزاع هو نقطة ضوء حضاري. المغرب هو اللي دائما، لأنه إيران أو تركيا دائما تستعملوا الورقة ديال الفلسطينية والورقة ديال حركة حماس من أجل ربح جيوستراتيجي في المنطقة. إيران عندها حسابات وعندها معروفة بالتوسع ديالها وبالحركات وبدعم ديال الحركات الإرهابية، منها مرتزقة البوليزاريو الإرهابية على الحدود ديالنا، يعني تدعمهم بالسلاح وبالإعلام وبتواطؤ مع النظام الجزائري المفلس. يعني أنه كان عندهم أجندات، إيران عندهم أجندات، ومع الأسف الشديد حركة حماس ما خصناش نبقاو غاديين في العاطفة، فهي مع اتجاه الطرح الايراني اللي هو ضد المصالح العليا ديال المملكه المغربيه. واللي بغيت نقول حنا ما خصناش نطيحوا في العاطفه، المغرب ما عندوش
ما عندوش من ياخذ دروس من سميتو. حنا الحمد لله تنعيش في السلام في التسامح، وما يمكنش يبقاو دائما يلصقوا لنا حنا المسؤوليه ديال شي امور اللي ما مسؤولينش عليها. المغرب دار الواجب ديالو ودائما كان تيحفظ الحقوق ديال الفلسطينيين. اذا ما خصناش نستعملوا الايديولوجيه الدينيه، وما خصناش ندغدغوا المشاعر ديال المسلمين ونوضعوهم في واحد النزاع اللي موازين القوى ماشي في صالح هذوك الناس اللي الضعفاء. اذا خص شويه التروي، والمغرب عيدل واحد بالواحد مجهود كبير، والعلاقات اللي عنده مع اسرائيل فهو عيتكلم مع اسرائيل كذلك بحكم الحوار اللي عندنا معهم باش نلقى واحد الحلول اللي تضمن الحقوق ديال الشعب الفلسطيني، ومنها القدس الشرقيه كعاصمه للدوله الفلسطينيه ان شاء الله. اذا هذا هو النزاع. اذا ما خصناش نبقاو نمشيو مع الفيك نيوز والاخبار الزائفه ونطيحوا في الفخ ديال اعداء الوحده الترابيه ديالنا، لانهم دائما تيحاولوا يصطادون في الماء العكر، ودائما تيحاولوا يصوروا المملكه المغربيه بانها مصطفات في جانب اسرائيل والتطبيع. ما هادشي كله هراء، لانه الفعل ديال تركيا وديال ايران هما اللي متحكمين في اللعبه في الشرق الاوسط، وهما اللي باغيين الهيمنه، وهما اللي باغيين يسيطروا على العالم العربي، وباغيين يحكموا الاجنده ديالهم، وتستعملوا ورقه حركه حماس من اجل الابتزاز، ومن اجل ابتزاز كذلك اسرائيل، ومن اجل ابتزاز الولايات المتحده الامريكيه، من اجل ربح جيوستراتيجي. وكذلك ان هذه الامور هذه اللي خصكم تعرفوها يا اخي الكريم، وانا تجي هذه الاحداث تجي بعد اللقاء الكبير والحوار الكبير اللي داروا وزير الخارجيه ديالنا السيد بوريطا مع منظمه العلاقات العامه والضغط واللوبي ايباك في الولايات المتحده الامريكيه في واشنطن. وهنا المغرب عبر على ان على المخاوف ديالو من المد الايراني ومن المشاكل تديرها ايران في المنطقه ديال الساحل جنوب الصحراء، وكذلك في منطقه غرب افريقيا، وكيفاش انها عندها واحد الخطه لتشييع العالم العربي السني. وما وتنشوفوا داكشي اللي طرا في اليمن. اذا حنا خصنا نشوفوا ما وراء الستار، خصنا نشوفوا هذا هو الميساج، هذا هو الخطاب اللي خصو يكون. اذا المغرب هو موجود دبلوماسيا، عنده واحد الوزن الجيوسياسي، وعيضغط بكل الوسائل باش يكون هناك مقاربة السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وحنايا ما يقدرش شي واحد يعطينا الدروس فيما يخص الدفاع ديالنا على المسلمين، والدفاع ديالنا على قيم التسامح، والدفاع ديالنا على السلم في العالم. هذا هو الصوت ديال المغرب. والمغرب كذلك عنده الحق يدافع على المصالح الاستراتيجيه ديالو، وعنده الحق انه يحتاط من 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 التصرفات ومن التصرفات ومن التآبر ديال اعداء الوحده الترابيه. وفي هذا الملف هذا ديال 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 النزاع بين حركه حماس والمتطرفين اليهود في القدس، هذا الملف هذا تتحركوا ايران، وما خصناش نطيحوا في الفخ. يعني خصنا نضمنوا الحقوق ديالنا ونديروا تحالفات استراتيجيه في صالح المغاربه وفي صالح المملكه المغربيه الابيه.